نحن صراحة كجروب عندنا توسع على جميع البلاد العربية، فلا شك مصر هي من الأسواق الكبيرة. نحن موجودين بالإمارات وموجودين بالسعودية وبلبنان، فحكما كان لازم يكون لنا وجود بمصر. إيه أكتر حاجة بتميز السوق المصري بالنسبة لك as a foreigner investor؟ فورنر برضو يت عربيك بس فورنر أكيد. لا شك لا يخفى أن السوق المصري هو سوق كتير قوي وبيمتاز بالكثافة السكانية.